السلام عليكم ورحمة، مرحبا بكم في اللعبة الرائعة وهي لكل توب وارز. إذن سأشرح لكم أكثر الأشياء المميزة في هذه اللعبة الرائعة جدا. إذن أول شيء لقد لدي هذه الشخصية، وصلت فيها ليفل 60 كما ترون هنا. تبعتمك هنا بعض الخيارات ستلاحظ أول شيء ستلاحظ في هذه اللعبة هي أن لدي هنا الليفل 60 وهو الليفل الخاص باللعبة، وكذلك هناك الليفل الآخر وهو المستوى المتعلق بالPvP وهو لقد وصلت فيه 15. إذن هناك في هذه اللعبة يوجد فيها نوعين من الليفلين أو هو الليفلز، يعني المستويات. هناك مستويات الخاص باللعبة، وهناك كما ترون هنا 60 ومستويات متعلقة بالPvP وهي كما ترون هنا 15، لأن الPvP ليس الليفلين أو أن ترفع مستواك في الPvP يكون صعب قليلا على اللعبة. لذلك إذن لندخل نضغط نختار هنا. بطبيعة الحال في هذه الثلاث اختيارات لا يمكنك أن تقوم بشخصيات أخرى إلا عندما تشتري الإكستنشن أو الإصدار. يمكنك شراءه في الجيم ستور، يمكنك شراءه في اللعبه ايضا. اذا هو لديك لديك هنا اختيار شخصيتين فقط، اما هذه فتكون مقفوله. اذا نختار هذه الشخصيه ليفل 60 ثم نضغط على بلاي للدخول. اذا هناك ما تلاحظون في كل خريطة نجد هناك هذا القلب وهذا المربع بالأزرق وهذا بالبرتقالي، وسنعرف كل هذه الأشياء ماذا تعني. إذا حالما تدخل إلى اللعبة كما يتضح لكم هنا، أول شيء أعزائي بطبيعة الحال هو التأكد من الجرافيك، الضغط هنا ثم التوجه الى الاوبسيون هكذا، ثم التأكد من اعدادات الجرافيك الخاص بك. نقص من الصوت، اذا هنا لديك الكثير من الامور. هنا اعدادات على هذه صورة الجبل. أنا هذه هي الإعدادات التي أشتغل بها جيدا كما تجد هنا. أنا أيضا لو نو لو، إذا دائما تختار إعدادات على حسب جهازك. أنا لدي جهاز متوسط، لذلك قمت بخفض الإعدادات إلى آخر مستواها. إذا أول شيء سنتحدث عنه هو الخريطة. سوف نضغط على حرف M هنا. أول شيء هو نقوم مثلا، إذا كان لديك لوح المفاتيح باللغة الفرنسية فمن الأفضل أن تجعله باللغة الإنجليزية كي تستطيع أن تمشي بالزيت والكا والتي مثلا والسي للوراء، هذا الشكل افضل. اذا طريقة التحرك رائعة جدا. الضغط على الزد مرتين يقوم بهذه الحركة، الضغط على اس مرتين يقوم بهذه الحركة، الضغط على اليمين مرتين يضغط على هذه الحالة. اذا يمكنك ان طريقة المشي، يمكنك ان تمشي باللوح المفاتيح
أو يمكنك تعديل الإعدادات والمشي بالماوس أيضا. بالنسبة للمهارات يمكنك الضغط على لوح المفاتيح على الأرقام كما يتضح لكم في الصورة، أو يمكنك أن تضغط عليها بواسطة الماوس كما أفعل الآن. ولتعرف كل المهارة بخصائصها تترك عليها الماوس هكذا، ثم يظهر لك العديد من الإعدادات الخاصة بكل مهارة. إذا هذا الشيء الذي نراه بالأحمر والبرتقالي هو عبارة عن القوة، يعني القوة التي يستهلكها الشخصية. مثلا إذا قمنا بهذه الحركة فقد تستهلك نصف قوتي، انظر يعني يتعب. إذا ما تفرط في استعمال القوة يعني يتعب. نعم، وهذا الأحمر يعني الحياة ومؤشر الحياة لشخصيتك، وقد يعني أيضا الملابس، لأن الملابس أيضا سوف نتحدث عن ذلك لاحقا. الملابس أيضا أو سوف نتطرق إلى ذلك الآن. الملابس أيضا عندما تفرط في الضرب أو في القتال، قتال الوحوش مثلا، فهي الملابس كتنكسر، فأتي إلى هذا الشخص لتقوم بإصلاحها. تذهب إلى هذا الشخص الذي يحمل علامة القلب المكسور فوق رأسه، ثم تضغط على F هكذا، ثم يقول لك هل أصاب لباسك أي خدش. سوف تقول له مثلا نعم وهكذا يصلح الأمور، أو أنك يعني أو أنك مثلا تريد أن تبيع بعض الأشياء، لديك حقيبة مليئة بالمواد. تأتي إليه أيضا، هو أيضا يستطيع أن يشتري منك، فتضغط على هذه، فمن هنا يمكنك أن يعني أن تبيع ما لديك. مثلا سأبيع هذا، أضغط عليه هكذا، ثم أضغط على سيل أي بيع، وهكذا لقد بعت له تلك وقد دفع لي 18 كما ترون هنا. أو يمكنك التوجه إلى التاجر. بطبيعة الحال التاجر، هناك تاجر يعني مخصص للبيع والشراء، وهذا هو التاجر الذي تراه أمامك. دائما يكون فيه هذا الرأس فوقه، يعني كعلامة تلك الخودة مع ذلك المال، ثم تضغط على F مثلا. Knowledge is the greatest treasure. إذا أردت أن تشتري منه بعض الأشياء، ولا أنصحك بأن أي شيء من هذه الأماكن، لأنك عند تقدمك في اللعبة يتم إعطاؤها لك تلقائيا. عندما يعني ترتفع في الليفلز يتم إعطاؤك الملابس والأسلحة وكل الأمور التي تحتاجها. إذا كي تستطيع أن تبيع مثلا لهذا الشخص، تضغط أولا على يعني ثانيا على سيل. هنا تجد نافذات سيل أي بيع، تبيع المواد الخاص بك. تضغط هنا ثم تختار الشيء الذي تريد بيعه. مثلا أنا سأبيع له هذا الشيء، لا أحتاج إليه، ثم سأضغط على سيل. وهكذا لقد قمت ببيع هذه المادة وقد دفع لي 33. هذا جيد. إذا فكما تعلمون اللعبة أول شيء، إذا هذا الشيء الآخر الذي سنتحدث عنه هو وجود يعني هناك عدة يعني عدة كوانات أو ما اسمها. What brought you to the priory? إذا هناك عدة أنواع النقود. لدينا هنا كما ترى، هنا لدينا الذهب، ثم لدينا الفضة، ثم لدينا المال العادي، وهذا الذهب هو الذي يشكل يعني الأغلى في اللعبة. الأغلى في اللعبة هو هذا الذهب، هذه الفئة.
بطبيعة الحال تليها هذه الفئات هي أيضا. أما هذه فليست يعني هي سهلة أن تجدها، يعني تجمعها في كل مكان، كما ترى فنحن عندما نبيع بعض المواد فإننا نحصل على هذه المادة. وبطبيعة الحال هناك يعني لا قدر، يعني عندما تصل إلى قدر معين من هذه المادة تنتقل إلى هنا، وبعدما أن تصل إلى قدر معين من هذه المادة تنتقل إلى هنا. أتمنى يا صديقي أن تفهم ماذا أقصد. إذن نتطرق إلى شيء آخر أهم بكثير، وهو الخريطة. كما قلنا عندما تقوم بجعل لوح مفاتيح باللغة الإنجليزية، لذلك تضغط على على الأيقونة التي تحمل علامة الاستفهام، لأن الكلافي يعني إذا كان الكلافي الخاص بك لا يدعم الإنجليزية وغيره. المهم الحرف M للدخول إلى الخريطة، أو الحرف أو الأيقونة التي تحمل علامة الاستفهام، تضغط عليها لفتح الخريطة. إذن الخريطة تبدو كما يلي. يمكنك باستعمال الموس أن يعني أن تقوم بتقريب الصورة، تقريب المكان الذي توجد به، أو الابتعاد هكذا في الخريطة. إذن اللعبة رائعة جدا، فهي تمتاز بعالم واسع جدا جدا، يعني واسع بشكل كبير جدا، بحيث حتى أنه تلك الخرائط يعني الخريطتين أو ثلاث خرائط التي تكون مطلوبة أو تحتاج لأن تشتريها بالمال، فهي ليست مهمة بمقارنة بكل هذه الخرائط. كل هذه الأسماء الكبيرة التي تراها هنا عبارة عن خريطة، وكل خريطة عبارة عن عالم آخر بمميزات كثيرة لذلك كما ترى. إذن فاللعبة عبارة عن مجموعة من الخرائط، وكل خرائط تكون كبيرة جدا، لذلك لن تقلق أبدا لتدفع أي مصروف في هذه اللعبة، صدق الله، حتى لأن المكان واسع جدا. فإذا أردت أن إذا تأتي إلى الجانب هنا يمكنك الضغط هنا لترى بشكل أفضل أو بشكل واضح الأماكن الكبيرة والكثيرة لهذه اللعبة. عالم كبير جدا، وهذا قد جعلها بطبيعة الحال تستحق المراتب الأولى عالميا، لأن هذه اللعبة فعلا قد وصلت إلى المراتب الأولى عالميا من حيث يعني من حيث كل شيء، وطريقة اللعب الجودة وكل تلك الأمور، بحيث أن هذه اللعبة تشتغل معك في الجهاز الضعيف، فهي لا تحتاج منك سوى 256 ميجا في الفيديو كارد، و 2 جيجا في الرام، وكذلك 2 جيجا في الرام. وبالنسبة لحجم اللعبة تقوم بإعطائك 5 جيجا تلعب فيها، 5 جيجا تلعب تبدأ باللعب والاستمتاع باللعب، وفي نفس الوقت اللعبة تقوم بتحميل باقي الملفات من تلقاء نفسها، وأنت داخل اللعبة تلعب وتستكشف أو تقوم بتجربتها كما يحلو لك. إذن لم ننتهي بعد من الخريطة، فإذن الأمور التي نلاحظها في الخريطة إذا اتجهت إلى هذه النافذة في بعض الأحيان تكون هنا. المهم تجد هناك القلب، هذا القلب الأصفر يعني المهمات، تاسكس يعني المهمات التي تقوم باجتيازها داخل اللعبة، العديد من المهمات كما ترى هنا. المهمات إذا كانت باللون الأصفر فهذا يعني أنها مهمة، يعني انتهت المهمة، يعني قمت بإنجاز هذه المهمة. أما إذا لم تنجزها فهي تكون عبارة عن إذا لم يتم إنجازها تكون عبارة عن قلب لكن فارغ، يكون فارغ من الوسط،
لهذا فهذه مثلا هذه المهمة لقد قمت بإنجازها مسبقا، وكل قلب يحمل معه مستوى الذي عليك أن يعني المستوى الذي يجب عليك أن تكون عليه لاجتياز هذه المهمة. مثلا هنا لدينا 33، يعني المستوى 33 من أجل اجتياز هذه المهمة. ننتقل مباشرة إلى الواي بوينتس. الواي بوينتس هي الأماكن التي تعود إليها عندما يتم قتلك أو عندما تموت، عندما يقتلك وحش في مكان ما فتعود إلى الواي بوينت، تضغط على الواي بوينت من أجل أن تعود إليها. لكنك لا بطبيعة الحال في البداية بطبيعة الحال فهذه النقاط هذه النقطة التي تعود إليها بعد أن تموت فهي ليست مجانية. عندما تضغط عليها يطلب منك 85 قطعة من أجل أن تعود إلى هنا، يعني تيليبورت، يعني نقاط التيليبورت. يعني إذا نقول تقول يعني تقوم بتأكيد الدفع من أجل أن تصل إلى هنا هذا المكان، لكننا لا نريد فقط نشرح هذه الأمور. ثم لدينا هذه يعني الدائرة، هذه المربعة البرتقالية هي نقاط الاستكشاف. عندما تستكشف منطقة معينة يتم أخذ منك هذه المربعة. بطبيعة الحال هذه المربعة هي التي نراها هنا، إنها مربعة فارغة لأنني لم أستكشفها بعد، ولكن عندما أستكشفها ستصبح على هذا الشكل، يعني كما ترون هنا. ثم لدينا هنا نقطة أخرى هي الهيرو تشالنج، يعني الهيرو بوينتس أو نقطة البطل. إذن هي يقصد بها يعني هي تلقب بهذا اللقب لأنها تعينك على تعلم بعض المهارات الجسدية، سوف نرى ذلك عندما ندخل المهارات. ثم لدينا الفيستاس هي نقطة الزيارة، عندما تزور منطقة معينة تكون لديك نقطة الزيارة مثل ما نجد هنا، ويعني كالعادة تكون نقطة الزيارة فارغة من الوسط عندما تكون ليست مستكشفة، يعني لم يتم زيارتها. وإذا كانت يعني وإذا قمت باجتيازها بزيارتها فإنها تكون هكذا ممتلئة كما تجدون في الصور. وخلاصة عندما تدخل إلى أي خريطة تجد عدد معين من القلوب وعدد معين من هذه النقاط، كل هذه النقاط تجد فيها عدد معين، وعندما تستكمل ذلك العدد وتستكمل جميع الأعداد التي لديك في الخريطة فإنك تربح جائزة عبارة عن قطاع، ربما قطاع يعني قدر معين من المال الكثير والأسلحة، وربما تربح يعني اللباس الجديد والأسلحة وغير ذلك. المهم تربح كلما قمت بإنهاء الخريطة. الإنهاء الخريطة يعني إنهاء هذه الأمور داخل الخريطة. مثلا هنا لدي 96 على 303. إذا نضغط على حرف H من أجل الدخول إلى الإكيبمنت. هنا لدينا العديد من الأمور في الهيرو، تدخل إلى الهيرو وفيها الإكيبمنت والعديد من الاختيارات. هنا الإكيبمنت هنا النظام الخاص بالإكيبمنت. هنا يمكنك أن تضع كل هذه الأمور، مثلا الخواتم والأسلحة. يمكنك أن تضع هنا العديد من الأسلحة كما ترى هنا، لقد وضعت هنا سلاح يعني. إذا كان لديك سلاح واحد فإنك سوف تضعه في هذا المكان. لدينا من هاند ويبن. إذا كان لديك سلاح كبير يعني لا يمكنك أن تضع له سلاح آخر، لأن السلاح الكبير يمسكه بيدين يعني بكلتا يديه، لذلك لا يستطيع أن يحمل سلاح آخر. لذلك
أما إذا وضعت سلاح بيد واحدة، مثلا سيف بيد واحد، فيمكنك أيضا أن تأخذ معه سلاح آخر بيد واحد، يعني سلاح آخر بيد واحدة، مثلا سيف الذي يحمل بيد واحدة مع سيف آخر مثله مثلا، وهكذا تستطيع أن تحمل سلاحين في وقت في يعني في آن واحد. يمكنك أن تجعل الخواتم وهذه الأمور هذه الأشياء، مثلا هذا يستعمله من أجل قطف بعض الأشياء في جمع بعض الأشياء في الأحجار أو في يعني التنقيب، هذه الأمور خاصة بالتنقيب تحتاجها لأنك تجمع تلك الأمور وتبيعها أو تستعملها في بعض الأمور الأخرى. إذا هنا يمكنك أن تظهر المواد وتقوم بإخفائها، مثلا أنا أخفيت الخودة، لا أحب أن تظهر عندي الخودة فأقوم بإخفائها هنا كما ترون هنا. يمكنني أيضا إخفاء شيء آخر هنا كما ترون، يمكنني إخفاء كل ما تريد يمكنك إخفاؤه هنا. يمكنك أن تحدد إذا كانت لديك هنا مهم يعني أشياء كثيرة، تحدد هنا الخودات هنا يعني كل الأمور التي كل الأسلحة الموجودة عندك في الحقيبة، أو تختار all لكي يظهر الكل هنا، ثم تذهب إلى البيلد. هنا سوف أشرح لكم أشياء مميزة أيضا في هذه اللعبة، يعني شيء مميز جدا وهو الأسلحة أو نظام الأسلحة والمهارات في هذه اللعبة. لدينا يعني كلما حملت سلاح معين تتغير معه المهارات تلقائيا، يعني مثلا أنت لديك السيف فإنه كل مهاراتك سوف تتحول إلى مهارات السيف. إذا مثلا أصابك الملل باستعمال هذا السيف ثم اخترت السيف يعني السيف الكبير، يعني السيف ذو يعني التي تحمله بيدين بكلتا الأيدي، فعندما تحمله فأيضا هذه المهارات سوف تصبح مهارات السيف الكبير، وكذلك الأسلحة وكل يعني والعديد من الأمور، يعني كل الأسلحة الخاصة بالمحارب يمكنك استعمالها هنا. فكلما استعملت سلاح تتغير معه المهارات تلقائيا، وبالتالي فإن مهارات الأسلحة ليست بتلك الأهمية هنا. أما ما يقوي هذه المهارات فهي مثلا البيلدز، مثلا فيها كما نرى هنا السبيسياليزيشن هما التخصصات. هنا تتعلم بعض الأشياء بطبيعة الحال، يعني في البداية لن تستطيع أن ترى هذه الأمور، يجب عليك أن تقوم ب أن ترى يعني الليفلين، أن ترفع من مستواك قليلا من أجل أن تحصل على هذه الأمور. مثلا إذا جئت إلى هنا فيتطلب مني المستوى 71، هذه المهارة تتعلمها من التدريب، التدريب يعني تجمعها مثلا هنا، هنا يوجد التدريب، هنا تقوم بالتدريب، لديك هنا تدريب، وكما ترى هنا فلدينا هنا نقاط البطل التي لدينا في الخريطة. فهذه النقاط لا تعطى لك من الخريطة فقط، بل تعطى لك حتى بعد انتهاء في بعض المهمات أو ذلك هذه الأمور، حتى عندما تصل إلى مستوى آخر يتم إعطاك هذه النقاط لترفع بها مستواك في يعني التدريب. هذا عبارة عن تدريب، لديك هنا الفيزيكال الجسدية، التدريب الجسدي، ثم لديك هنا القوة، لديك هنا الدفاع، الهجوم، التاكتيك وغير ذلك.
أما إذا جئنا إلى Specialization في Berserker هذا تخصص معين. لدي Specialization في Berserker يحتاج إلى Extension هو Heart of Thrones، تحتاج إلى شراء Extension فقط في Berserker والسيل بريكر. السيل بريكر والبريسيركر فقط من يحتاج منك أن تشتري الإكستنشن. مثلا البريسيركر عليك أن تشتري هيرت أوف ترونز، والسيل بريكر تحتاج لشراء بوت أوف فاير كما ترى هنا. بوت أوف فاير. إذن ليس كل يعني ليس كل التخصصات تحتاج منك الإكستنشن كما ترى معي هنا. ثم لدينا ستوري. ستوري مود عبارة عن قصص تعينك بشكل كبير في الرفع من مستواك أو الليفلين بسرعة، وتحصل على قصة يعني قصة تحصل على قصة بعد كل 10 ليفلات. يعني كل 10 ليفلات لديك قصة وكل قصة يعني تتابعها فيها عدة مهمات، ليس مهمة فقط، ليست مهمة واحدة، هي عدة مهمات في قصة واحدة. وأحيانا لا تقوم يعني وأحيانا لا تكاد تنتهي من قصة حتى تصل إلى مستوى يعني مستوى 10 الأخرى. لذلك فالقصة تعينك بشكل كبير للوصول إلى في الليفلين بسرعة. بطبيعة الحال الليفلين الخاص باللعبة وليس الليفلين الخاص بالبي في بي، فهناك اختلاف. كما قلنا سابقا هناك الليفلين الخاص باللعبة والليفلين الخاص بالبي في بي. ثم لدينا هنا الكرافتين، لكنه لا يظهر معي هنا الكرافتين، ربما لأنني أحتاج الوصول إلى 80 أو لأنه يحتاج إلى الإكستنشن، لا أدري. إذن مثلا انا في الليفل 60 لدي قصة يعني السادسة The Battle of Claw Island. اذا مثلا كما تجد هنا فهذه قصة الليفل 10 وهذه الليفل 20 وهذه في الليفل 30 وهذه في الليفل 40 وهذه في الليفل 50. ثم لدي هنا في الليفل 60 لدي هذه القصة. إذن ولدينا هنا أيضا كما ترى هنا الهيرت أوف ترونز، هنا القصة التي تحتاج إلى الإكستنشن هي هذه الهيرت أوف ترونز، وهذه القصة التي تحتاج إلى إكستنشن آخر هو بات أوف فاير هذا هنا، لأنه هناك فقط يعني إكستنشنين أو إصدارين للعبة يمكنك شراؤهما، فيعطيك امتيازات مهمة زائد امتياز القصة، امتيازات القصة هنا قصة طويلة وغير ذلك تستمتع بها في مشوارك داخل اللعبة. ثم لدينا هنا الانجازات achievements على مجموع الانجازات التي قمت بانجازها طيلة لعبك في اللعبة، وكلما قمت بانجاز بعض الانجازات فيتم اعطاؤك جوائز في هذه الصناديق. مثلا هنا لدي نصف يعني نصف، إذا وصل هذا إلى هنا سوف أربح يعني بعض الأمور على حسب. إذا كل هذه جوائز على حسب الإنجازات الخاصة بك. ثم لدينا هنا ماستريز. ماستريز هي عندما تصل إلى المستوى 80 فقط سيتم فتح هذا المكان، لذلك بما أنني في المستوى 60 فأنا لم أستكشف بعد هذا المكان. سوف أضع لكم فيديو الجزء الثاني عندما أصل إلى مستوى 80، فقط أرجو منكم أن توصلوا هذا الفيديو ل 100 لايك على الأقل، وتنشروا الفيديو لأصدقائكم. وفهذه اللعبة رائعة جدا ومرحبا بكم. إذن كما قلنا في المهارات، إذا قمت بتغيير السلاح فستتغير معي المهارات كما ترون هنا. سوف ندخل إلى هذه المهارات. إذن هذه هي المهارات، هذا السلاح التي لدي، سوف أقوم بتغيير السلاح كي تروا ذلك بأنفسكم. أضغط على E لفتح الحقيبة،
مثلا سأحمل هذا السيف مثلا، أضغط عليه مرتين، فكما ترون هنا قد تم تغيير المهارات، المهارات أصبحت يعني تغيرت معي المهارات. وإذا ضغطت مثلا على تتغير مع المهارات أيضا كما ترى معي هنا. أنا لا أفضل السيف الكبير، لذلك اخترت السيف واحد. إذن بالعودة إلى المهارات، فسوف تلاحظ معي أن المهارات هنا قد يعني تغيرت، مما يعني أنه المهارات ليست مهمة في اللعبة، ليست يعني بشيء مهم جدا. الشيء المهم هنا هو أن ترفع من مستوى، يعني أن تضع سمات معينة للمهارة أو للسلاح، وهكذا كي تصبح قويا وغير ذلك. هناك بعض الأمور ربما سنكتشفها بعد الوصول إلى مستوى 80. عندما نصل إلى مستوى 80 سوف نعرف إذا كانت هناك أي طريقة لزيادة قوة المهارة. أما السلاح فهناك السلاح بالنسبة للأسلحة، بطبيعة الحال بالنسبة للأسلحة فلدينا نظام مختلف تماما على النظام الألعاب الأخرى. مثلا تحسين السلاح، في الألعاب الأخرى تحتاج إلى أن تذهب إلى الحداد فيقوم بتحسين سلاحك أو تحسين اللباس الخاص بك وغير ذلك، لكن في هذه اللعبة لا تحتاج إلى ذلك، لا تحتاج إلى تلك الأمور. في هذه اللعبة فقط تضع بعض السمات للسلاح أو للباسك، هناك سمات مثلا لزيادة القوة أو لزيادة التركيز أو لزيادة السرعة وغير ذلك. يعني لا تحتاج في هذه اللعبة إلى أن تقوم بالذهاب إلى الحداد أو غير ذلك، ولا تحتاج لأن تضع تلك السمات بمبلغ مالي، بمجرد أن تحصل عليه فيمكنك أن تضعه مباشرة على السلاح الذي تريده أو على اللباس الذي تريده. وهي مختلفة أيضا من حيث attributes، مثلا هنا لا يمكنك أن تقوم بتغيير هذه الأمور، لا يمكنك أن تقوم بتغيير الخصائص، هذه الخصائص المتعلقة بشخصيتك. إذن بما أنني قلت لكم في البداية وأعيد الأمر أن هناك ليفلات خاصة باللعبة وهناك ليفلات أخرى خاصة بالبي في بي، ربما سوف تتساءل كيف ذلك. لذلك سوف ندخل إلى أول خانة لدينا هنا هي البي في بي. إذن البي في بي لدينا هنا المستوى البي في بي، هنا لدينا هذا، عندما يصل مثلا هذا اللون البنفسجي إلى هذا المكان فسوف يعني أصل إلى المستوى التالي، يعني الذي هو 14. ثم لدي هنا الإحصاءات المرتبطة بالبي في بي الخاص بي، وهنا علامة الواريور، يعني لأنني واريور مثلا هذه هي علامتي وغير ذلك. هنا تريد أن تدخل بشكل تلقائي تضغط هنا، أو هنا الدخول لانتظار الفريق مثلا، إذا كان لديك، إذا كنت تريد أن تدخل مع الفريق فتدخل إلى هنا المكان هنا، أو يمكنك يعني التوجه إلى هذا المكان Game Browser، وهنا تجد فيه جميع السيرفرات البي في بي. إذن البي في بي كيف يعمل هنا؟ البي في بي لديك عدة حلبات قتال، مثلا هنا لديك أرينا واحد واحد، لديك العديد من السيرفرات، وكل يعني كل يعني لن نقول سيرفرات بل عديد من الأماكن للقتال. لدينا هنا مثلا هذا المكان فيه 7 على 25 لاعب يلعبون حاليا في هذا المكان يقاتلون فيه. ثم لدينا 4 على 25، هنا يقاتلون فيه 4 على 25 لاعب.
يعني هنا يقاتل فيه 4 لاعبون، هنا 3 لاعبون، هنا 3 وايضا يمكنك ان تنشئ حلبتك الخاصة بالضغط على Create Filter، ويمكنك ايضا ان تضع لها كلمة السر من اجل ان تدخل الى تلك الحلبة فقط انت واصدقائك مثلا لتقوم بالتدريب عليها او شيء من هذا القبيل. كما ترى هنا فلدينا هنا قفل، مثلا اذا ضغطنا هنا مرتين لا يمكننا الدخول، نحتاج الى كلمات السر لان الشخص هذا قام بانشاء تلك الحلبة وقام بحمايتها بكلمة السر كي يلعب فيها فقط مع اصدقائه ويتدربون فيها. اذا المهم نختار مثلا سيرفر، نختار هذا مثلا المعروف ب Legacy of Few Fire. إذا عندما تصل إلى هذا المكان سوف يتطلب منك الفريق الأحمر أو الأزرق، سوف نختار الأزرق. القتال في هذه الحلبات يكون كالتالي، أنت لديك فريقك الخاص وتقوم بالقتال فيه. ودائما سواء كنت أزرقا أو كنت بالفريق الأحمر فإن سيكون باللون الأحمر كما ترى هنا. سوف أقتل هذا. إنه يقاتلني الآن. إذا القتال في هذه الحلبة يكون إما بالقتال مثلا مثل أو قتال يعني في هذه الحلبة مثلا أو قتال إذا نعود ونختار سيرفر آخر أو حلبة أخرى، ندخل إلى هنا ثم السيرفر ونتجه إلى نوع آخر، هذا النوع المعروف بسكاي هامر. يعني هناك عدة أنواع من الحلبات البي في بي تقوم بالقتال فيها بفريقين، فريق أحمر وفريق أزرق. إذا كما ترى معي فالآن سوف تبدأ هذه المباراة بعد. Hold on to your points. Seize theirs. كما ترى معي هنا سوف تقوم عليك أن تقوم بالسيطرة على النقاط. هناك نقاط ABC يجب أن تسيطر عليها كي تربح النقاط. السيطرة هي الوقوف فيها. Strong. الوقوف حتى يتم إنهاء السيطرة بشكل يعني بنجاح. Point A is yours. بعد أن تنتهي من Point B belongs to you. عندما تنتهي من السيطرة على يعني على النقطة فإنك ستلاحظ بعض النقاط هنا، هناك 12 يعني تبدأ النقاط بالارتفاع، وعندما تصل هذه النقاط إلى 500 نقطة تنتهي المباراة لأول فريق يحصل على 500 نقطة. لذلك عليك دائما أن تكون حريصا لا يتم يعني السيطرة على النقاط الخاص بك، يعني دائما تقاتل من أجل لا تدع أي فرد يقوم بالسيطرة على النقاط، لأنه بعدما أن تصل إلى 500 نقطة فإن المباراة سوف تنتهي. بعدما أن تقوم أنت وفريقك بالسيطرة على جميع النقاط تتجه إلى بوابة الفريق الآخر كي تمنعه من التقدم. سوف نتجه الآن إلى بوابة الفريق الآخر كي نمنعه من أن يتقدم وأن يسيطر على النقاط التي حصل عليها. وهذه هي البوابة وهنا نقاتل، هنا تقاتل الفريق الآخر كي لا يتجاوزك. وهنا نقوم ب Core's installed. Charging the laser. Serious.
لن ترجع تيلا والورا كذلك الورا أمر بشكل جيد سنراه من هنا كيف ستفتر هنا كيف ينزل الفريق الآخر من البوابة ويتم قتلهم بسهولة من قبل الفريق الخاص ready for targeting coordinates. تربح الجوائز حتى من قتل اللاعبين كما ترى هنا بعد ان قتلت بضع اللاعبين هناك بيعت هذا الصندوق هناك يكون يعني احيانا يكون هناك لاعبين اقوياء في هذا المنطقة واحيانا يكون هناك لاعبون في مثل مستواك لذلك إذا خسرت بعض الأحيان فهذا لا يعني بأنك ستخسر لأن فريقك سيكون قويا أيضا إذن كما ترون معي لقد وصلنا تقريبا إلى نقطة 500 كينا لقد فزنا بالمباراة كما ترون هنا والآن لدينا هذا المكان هنا تربح كلما ربحت سوف أشرح لكم ذلك بعد قليل إذن هذا هو المكان حيث تنتظر يعني الفريق الخاص بك في البي في بي وإذا دخلنا إلى الخريطة هنا سوف تكون مختلفة لأننا دخلنا بطبيعة الحال هذا المكان هو والمكان الذي تدخل منه من هنا عندما تضغط على انتر في هذا المكان فإنك تدخل مباشرة تأتي إلى هنا هنا يمكنك التدريب يمكنك أن تقوم بتدريب في هذا المكان فإذا تحدثنا مع هذا Welcome to the heart of the mist, newcomer. Here you can hone your skill, learn how combat works with mixed veterans. Once you feel you're ready, you can move on into battle. As a wise sage once said, know when you can fight and when you cannot. Good luck to you. إلى السيرفر لتقاتل فيه. هذا إذا كنت تريد أن تقوم بالتدريب قليلا. وهناك سيرفر آخر على هذا الشكل تحت اسم Battle of Kilo أيضا خاص بالبي في بي يعني حلبة أخرى مثل الحلبات التي رأينا الآن هناك عدة حلبات وكل حلبة تختلف بشكل ما عن الحلبة الأخرى إذن هناك العادة تختار الفريق خاص بك الآن المرجو منكم أن تسمعوني جيدا لأنني سوف أعطيكم خدعة لا يعلمها الكثير من اللاعبين هناك خدعة في هذه الأماكن أو في هذه الحلبات مثلا إذا رأيت أن فريقك يخسر يعني لم يحصل يعني يخسر المباراة والفريق الآخر يقترب من أن يكمل 500 نقطة كي يربح بالمباراة ماذا تفعل؟ تضغط على الحرف ب حرف ب على لوح المفاتيح ثم سوف تجد هذه الأيقونة الخضراء مكتوب فيها تغيير الفريق تقوم بتغيير الفريق وهكذا تصبح بالفريق الفائز هنا تصبح بالفريق الفائز وتربح بالخمسمائة نقطة وهكذا تربح المباراة بدون أي عناء وبدون أي شيء إذن لنستكشف هذا المكان نستكشف هذه الحلبة فكما ترون لدينا هنا لدينا waiting for players يعني انتظار اللاعبين لأنه لم يدخل أحد إلى هذه الحلبة هذا يعني أنني الشخص الوحيد الموجود هنا لذلك فالمباراة لم تبدأ بعد أنا فقط أستكشف المكان الآن كذلك في هذا المكان تسيطر على هذه الأماكن تأتي إلى الأماكن البيضاء مثل هذه فتقف عليها تقف عليها حتى تتم السيطرة عليها بنجاح ثم تتجه إلى المكان الأبيض الآخر
فتسيطر عليه أيضا. مثل الحلبات الأخرى عندما تصل إلى 500 نقطة فإنك ستفوز أنت وفريقك بالمباراة. وكل فوز بطبيعة الحال سوف تفوز يعني بجوائز، عدة جوائز هكذا. كما ترى معي هذه هي النقاط التي تقوم بالسيطرة عليها. عندما نذهب عندما نلعب مع فريق قوي جدا فيمكننا استعمال هذا الشيء ليست لنا، أنا بالفريق الأزرق. إذن عندما يكون هنا عندما تلعب أنت وفريقك في هذه الحلبة فيمكنك أن تستعمل هذا الشيء. لا يمكن استعماله الآن لأننا لسنا في مباراة. المهم أنك تضغط على حرف F فيمكنك استعمال هذا السلاح وهو يقذف الحجر الملتهب فتضرب به الأعداء أو الفريق الآخر، فهكذا هذا يعينك على الفوز بالمباراة بطبيعة الحال، رغم أن العديد من اللاعبين لا يستعملونه، لا أعرف لماذا. هل ربما لأنهم لا يعلمون بشأنه أو لأنهم لا يهتمون بذلك فقط؟ إذن السؤال المهم في هذا الفيديو هو الذي يطرحه الجميع في كل الألعاب مثلا، وهو ما هي الطريقة الأسرع من أجل التليفل لترفع لمستواك وتصل إلى المستوى 80 وهو المستوى الآخر في اللعبة. ولكن ملاحظة فقط، مستوى البي في بي الذي نراه هنا 15، فمستوى البي في بي مختلف تماما على مستوى اللعبة الذي هو 80 كحد أقصى. لكن مستوى البي في بي فهناك حتى 100 ليفل 200 وأكثر من هذا موجود في الليفل الخاص بالبي في بي، يعني الليفل الخاص بالبي في بي فهو عالي جدا، اما الليفل الخاص باللعبة فهو محدود في الليفل 80. اذا لترفع من مستوى اللعبة، ليس المستوى البي في بي بل مستوى اللعبة، كي ترفع مستوى اللعبة بشكل سريع جدا فكل ما عليك هو خوض مباريات البي في بي. ستأخذ مباريات البي في بي، سوف تأخذ مباريات البي في بي أي في هذه الحلبات، وعندما تفوز سوف تفوز بمادة رائعة جدا، وهي عندما أدخل الحقيبة فقد حصلت عليها مرة أخرى، هي هذه المادة اسمها Tome of Knowledge. هذه المادة يجب عليكم أن تحبوها كثيرا كثيرا، لأن هذه المادة هي التي ترفع من مستواك في اللعبة. يعني إذا كنت في مستوى مثلا، أنا كنت في مستوى 60، سوف أريكم السحر. أولا لنخرج من هنا، كي تخرج من البي في بي، كي تخرج من حلبات البي في بي سوف تضغط على البي في بي هنا، ثم تختار هذه هوم، ثم تختار هنا اكسيت ماتش هو الخروج من المباراة. نحن لم نخرج بعد من البي في بي، لذلك سوف نضغط هنا. اول قبل ذلك
يجب أن أشير إلى نقطة مهمة جدا في البي في بي، نقطة مهمة جدا. قبل أن تستطيع أن تدخل إلى مباراة البي في بي عليك أولا أن تضغط على البي في بي بيلد، هذه تضغط عليها ثم تختار هنا البيلد المناسب. البيلد المناسب تختار هنا البيلد المناسب الخاص بك، تختار مثلا هذه الأمور يمكنكم تختارها. المهم أنك تختار الأمور هنا، هذه هي المهمة، تختار الأشياء هنا، الأسلحة التي تريد أن تستعملها وغير ذلك. تختار هنا الأهم، تختار هذه الأشياء هنا. المهم تملأ المكان هنا، تملأ الفراغ الذي لديك هنا قبل أن تستطيع أن تدخل إلى البي في بي، لأنه إذا دخلت أول مرة إلى هذا المكان إذا لم تقم بهذه العملية فلن تستطيع أن تدخل إلى البي في بي. أرجو أن يكون هذا واضحا ومفهوما بشكل جيد. إذا الخروج من هنا نضغط على البي في بي ونختار الخروج ثم نختار القبول. سوف نعود الآن إلى اللعبة. إذا كما ترون معي هنا، فهذا هذا الشيء يعني باللون الأصفر هنا، هذا المؤشر باللون الأصفر يعني بأنه الخبرة التي لدي، يعني هذا الذي يعني هذا المؤشر باللون الأصفر يجب أن يصل إلى حدود المكان من أجل أن أصل إلى مستوى 61، لكن بسبب الأداة الساحرة التي قلت لكم عنها وهي توم أوف نوليدج، إذا ضغطت عليها مرتين فسوف أرتفع إلى مستوى 61 تلقائيا. لاحظ معي، دوبل كليك، سيقول لي أنت متأكد من استعمالها؟ سوف أقول له نعم. انظر، لقد وصلت إلى مستوى 61، وهكذا يعني تقوم بعدما يعني بعد كل ليفل، عندما بعد كل ليفل يتم إعطاؤك هذه النقاط ويتم إعطاؤك جوائز. يعطيك جوائز، مثلا هنا تختار ماذا تريد، هل تريد يعني زائد 11 في الباور او زائد 11 في الكونديشن، ديميج او في 11 في الهيلين. انا دائما اختار على الباور، لازم اختار الباور هكذا. هنا ينبهني بان لدي يمكنني ان اقوم بالقصة، القصة في الليفل 70، قصة في الليفل 70، وأيضا ينبهني بأنني سوف أحصل على بعض الأمور مثل السبيسياليزيشن في الليفل 71، و 63 سأحصل على التيم جيد يعني، وهكذا. إذا كما قلنا الطريقة السريعة والأمثل هي أن تخوض في مباراة البي في بي بالدخول إلى هنا ثم الاتجاه إلى بروسر ثم تختار هنا. سوف أعطيك خدعة أخرى جيدة وممتازة جدا، وهي أن تقرأ في السيرفر. لدينا هنا بلو وينز يعني الأزرق يفوز، مثلا تدخل إلى هذا السيرفر دائما الفريق الأزرق يفوز بالمباراة، ستفوز دائما بالمباراة. فجئنا التي تربحها في البي، لأن إذا جئنا لهنا فإذا فزت في مباراة فإن هذا المؤشر باللون الأخضر سوف يأتي إلى حدود هذا السطر الأسود، فزت بمباراة يأتي إلى المؤشر الثاني، وبعد كل 4 مباريات سوف تحصل على توم أوف نوليد التي استعملناها يعني الآن، التي ترفع من مستواك.
أما إذا خسرت في المباراة فإذا يعني المؤشر الأزرق سيرتفع فقط إلى حدود نصف هذا المكان، وتخسر مباراة أخرى سوف يرتفع إلى نصف آخر، وبالتالي فإنك سوف تتأخر في الحصول على توم أوف نوليدج. لذلك عليك أن تدخل إلى السيرفرات التي قلت لك عنها، هي سيرفرات بلو وينز أي الأزرق دائما يفوز، أو الريد وينز. الريد وينز هي ريد وينز هي الأحمر دائما يفوز فقط الآن فارغ، لأنه أحيانا يكون اللاعبين موجودون في السيرفر وأحيانا لا يكونون، لكن من يعني دائما غالبا تكون السيرفرات يعني وكما نرى هنا 8 لاعبين الآن يلعبون في يفوز، فهم لا يلعبون هكذا فقط بل يلعبون من أجل جمع توم أوف نوليدج التي استعملناها الآن كي يرفعوا من مستوى من مستواهم في اللعبة بشكل أسرع. ثم هناك طريقة أخرى هي بحث الخرائط التي تبين لك جميع نقاط الخريطة. مثلا هذه الخريطة اسمها شيفر بيك مونتاينز. تبحث عن خريطة شيفر بيك مونتاينز فسوف تجد فيها جميع النقاط التي لا تظهر معك في الخريطة. ستقول لي مثلا في ماذا يهم هذا الأمر، هذا مهم جدا مثلا للبحث عن مات كهذا القلب، أو للبحث عن نقاط الهيرو، فهذه نقاط الهيرو لا تظهر معك في الخريطة غالبا، لا تظهر مثل كما تظهر معي، فغالبا يعني أحيانا تظهر مثل هذه وأحيانا لا تظهر معك، يجب عليك أن تبحث عنها. وفي بعض الأحيان تجدها في كهوف داخل المياه أو في يعني في جبل كبير أو شاهق، إما أنك يعني الأفضل لك أن تبحث عن خرائط تقوم بتحميلها على حسب الخريطة التي أنت موجود بها. سوف أحاول أن أضع لكم موقع الخرائط بأسفل الفيديو. تقوم بتحميل الخريطة الخاصة بالمنطقة التي أنت موجود فيها فيعطيك جميع النقاط التي لا تظهر معك أنت، فتذهب لاجتيازها بعد أن تجتاز مثلا في مثلا هنا لدي تسع مهمات، قمت باجتياز 9 مهمات على 15، قمت باستكشاف يعني النقاط استجمع النقاط على الواي بوينت 10 على 17 وهكذا، وهنا لدي 4 نقاط الهيرو. إذا فكما ذكرنا سابقا هذه الأشياء المعلومات الموجودة لدينا هنا 96 على 303، هذه ليست مهمة خريطة واحدة بل هذه مهمة يعني خريطة اللعبة كلها، يعني خريطة اللعبة كلها فيها 303 مهمة وهكذا. المهم إذن كما قلنا الخرائط فتقوم باجتياز المهمات باللون الأصفر، اللون الأصفر ونقطة الهيرو فقط، هذه الأمور الأخرى ليست بتلك الأهمية. إذا تنتقل من نقط يعني نقط المهمة ثم تتجه مباشرة إلى الخريطة الأخرى إذا أردت أنت من عملية التليفل، أما إذا كنت تريد أن تربح بعض الجوائز فعليك أن تنهي الخريطة كلها. لديك فقط هنا ما يعطيك فقط مثل هذه يعني المعلومات، يعني 15 مهمة في الخريطة، 17 في هذه النقاط، تجمع 3-4 من هذه النقاط، تجمع 10 من الفيستاس، تجمع 9 من الهيرو بوينت وهكذا، فتنهي الخريطة تقوم يعني بإنهاء الخريطة وتربح بعض الجوائز، أو كما أخبرتك تنتقل مباشرة إلى المهمات، تنجز المهمات وتذهب إلى الخريطة المقابلة. إذن وكما ترون معي فإن اللعبة
هي عالم مفتوح يمكنك أن تذهب إلى أي مكان وأنت فعلا تريد كيف ذهب وحدك أنك معرض للقتل فالمشي وحدك ربما يعرضك لأن يقتلك وحش المقتل الواي بوينت أو نقطة الصفر سنسميه الآن نقطة الصفر إنها تسافر بها وغير ذلك لا يمكنك الانتقال وأنت في القتال Adrenaline rising. إذا كنت في القتال لا يمكنك أن تسافر. عندما تقتل حيوان تضغط على الحرف F من أجل أن تجمع ما لديه. هذه الأشياء حتى لو إن لم تكن مهمة يمكنك أن تبيعها في المتاجر. إذن الطريقة الأخرى لليفلين بسرعة أو أن ترفع من مستواك بسرعة وهو المشاركة في الأحداث هناك بعض الأحداث التي توجد باللعبة مثل قتال وحش أحيانا فقط تلقائيا يظهر وحش وعليك قتال وتطلب تسافر معها وتوصلها إلى المدينة الأخرى بشكل آمن يعني هذه الأمور خبرة تعطيك المزيد من الخبرة وتزيد الرفع تزيد من الليفلين بشكل أسرع يعني المشهورة جدا المعروفة ناهيك عن إنها يعطيك خبرة كبيرة أيضا إذا وصلت إلى مستوى كافي للدخول إلى الزنزانة مع فريقك لأن يعني زنزانة اللعبة صعبة جدا إذا قل الدخول إليها لا يحتاج إلى الفريق بل تحتاج إلى مستوى خاص بالزنزانة وأيضا الفريق كي لا تموت هذا الشخص أيضا لا ننسى دوره في اللعبة وهو هذا الشخص الذي يحمل كل من يحمل هذا المنظار فوق فهو يعطيك المهمة يريك المهمة أين ربما يعني أين هي يعني يظهر لك المهمة يعني المهمات على الخريطة هذا الشخص يقوم بإظهارها لك مثلا إذا ضغطت عليه هكذا لا يمكنه أن يريني المهمة لأنني سبق وطلبت ذلك منه المهم أنه إذا لم تظهر لك أي مهمة في الخريطة فإنك تذهب إلى أصحاب هذا المنظار فيريك أين يوجد قط ويعني له دور مهم أيضا في طبيعة الحال يمكنك القفز بالإسباس ولم نتطرق إلى الضغط على الإف على إف واحد مميزة هي المهارات المميزة لكل تخصص الإف واحد مثلا سوف نلقبها بالضربة القاضية إف واحد هي الضربة القاضية التي يستعملها كل لاعب أيضا لا أنسى معلومة مهمة أيضا وهي قتال البوسات هناك موقع لم أتذكر اسمه وسوف أحاول أن أجده وأضعه لكم في الفيديو وهو موقع يضع لك البوسات أين سوف تظهر يعني التاريخ والوقت الذي سوف تظهر فيه هذه البوسات ويعني تقاتلها هناك مع الأصدقاء فيعطيك يعني خبرة كبيرة يعني يعطيك الكثير من الخبرات والكثير من كالعادة تربح العديد من الأمور إذا ننتقل إلى الكونتاكت بالضغط على الكونتاكت أو الحرف إغريك أو الضغط على حرف إغريك بلوح المفاتيح إذا وجدنا إلى نقاط يعني إلى يعني
نافذة كونتاكت أي المتصلين. هنا لدي المنطقة الذين قمت بإضافتهم لدي أو أنهم أصدقاء، يعني أصدقاء لي قمت بإضافتهم. إذن سوف أخبركم يعني طريقة جيدة. مثلا لديك صديق لديه عدة شخصيات، وهو عندما يغير شخصيته هناك طريقة. تأتي إلى الاسم الخاص به. أولا الاسم الخاص به تظهر باسم الحساب الخاص به، هو يعني الحساب الخاص به هذا. أو أنك تضغط اليمين ثم هنا تضع له اسم، تضع له هنا اسم مستعار. مثلا أكتب هنا محمد، أضغط على انتر فنرى هنا محمد موجودة بجانب الاسم. يعني حتى إذا قام صديقي هذا بتغيير شخصيته هذه، فسوف دائما أعرف أنه دائما سوف أرى هذه الكلمة بأنه محمد حتى لو قام بتغيير الشخصية. إذن يعني هذه كمعلومة. عندما تراه باللون الأخضر فهذا يعني أن تضغط على invite to party لتدعوه إلى يعني إلى الرفقة ليرافقك، أو ترسل له الميل يعني رسالة تقوم بالبلوك، يمكنك أن تقوم بحظره أو إزالته من أصدقاء أو الإبلاغ عنه. كل هذه الأمور أو الحديث معه، تضغط على وشبر للحديث معه. عندما تضغط على وشبر سوف يظهر هنا اللون البنفسجي. تكتب له ما تريد أن تكتب. سلام، قال أنه يعني لا يمكنك أن تتحدث معه، ربما لأنه في مكان ربما لأنه في زنزانة، لأنه لا يمكنك أن تتحدث معه إذا كان في زنزانة أو إذا كان داخل الحرم. تخرج من المكان ثم ترسل له الرسالة في تحت. تضغط على الاسم إذا أردت أن تقول شيئا للناس الذين حولك. تضغط على السي هنا باللون الأخضر، أي شيء تريد. هلو، سيسمعك كل الأشخاص الذين يوجدون حولك، لكن لن يستطيع العالم كله أن يسمعك. لا يستطيع العالم كله أن يسمعك لأنك ستحتاج ربما إلى بعض تمك. مثلا إذا أردت أن تتحدث في الجلد الخاص بك، يعني الفريق الذي انضممت إليه، فكما ترى معي فأنا انضممت إلى فريق اسمه المختصر بي في بي، هو اسمه المختصر. مثلا سوف أضغط على الجلد هنا، سوف أجده هنا، ثم سوف أتحدث معهم. سوف أكتب إلى كل الأشخاص الموجودون في الفريق أو الجلد. أرنم إلى خمس فرق في نفس الوقت، تسمح لك اللعبة بذلك. يمكنني التحدث إلى فريقين الوقت. تأتي إلى لدي عبارة بالأحمر مكتوب فيها no one hears you، أي لا أحد يسمعك. لا أحد لم لا يعني لا أحد مبان. كذا قمت بالبارتي مع أصدقائك. البارتي يعني ترافق أصدقائك. سوف هنا تكتب للبارتي. لمن لا يعرف البارتي، هو انضمام أصدقائك إلى يعني رفقتك. يعني عندك هنا إذا أردت أن تجلس، تكتب سلاش ثم سيت ثم تضغط انتر. لا تضغط
سرت بدوني أ بدون حرف أ هكذا ثم يجلس أي كمعلومات كمان لا ننسى مؤشر القصة يعني يرمز له في الخريطة بهذا اللون الأخضر سوف نجده إذا دخلنا إلى الخريطة سوف نجد أن القصة باللون الأخضر هذا اللون الأخضر هو الذي يعني القصة يعني إذا أردت أن تجتاز القصة عليك أن تذهب إلى هذا اللون الأخضر لكي تبدأ بإنجاز القصة الخاصة بك قصة يعني القصة يعني يعني فيلم اللعبة أتمنى أن تعلموا ماذا أقصد هنا لديك الرايد إذا أردت أن تدخل في قتال ربما الوحوش أو البوسات أيضا ربما يعني هذا البوسات هذه العلامة ثم لدينا أيضا سأشرح ذلك لاحقا لدينا هذه البوابات لا ننسى أهم شيء عندما ندخل إلى البي في بي فلدينا هنا سوف نلاحظ أن هناك ليغا هنا الليغو سيزن 18 يعني هنا تجد الرانكات الليدر بورد الرانكات و يعني الرانكات والحصول يعني الرانكات في العالم يعني في اللعبة كلها والرانكات من خلال أصدقائك ثم الرانكات ثم هنا الفوائد جوائز التي تحصل عليها منها ثم لدينا هنا البطولة هنا لدينا البطولات فكما نعلم فهذه اللعبة الرائعة جدا فيها عديد من البطولات والأحداث المميزة وهذه هي أربعة بطولات لدينا هنا في هذه تبدأ في الساعة السابعة والربع وهذه تبدأ في الثانية عشر والربع وهذه تبدأ في السادسة والربع وهذه تبدأ في الثانية عشر والربع بعد قبل الزوال وهذه في منتصف الليل إذن العديد من البطولات فيها العديد من الجوائز تربح منها قصة نقاط ربما هذه النقاط سوف تفوز يعني بها ثم تفوز بقطع ذهبية أو شيء من هذا القبيل تقوم بتبديل النقاط بالأسلحة أو الدروع أو ربما بعض الأشياء ثم عليكم أن تذكروا أيضا Potion of PvP Reward هذا أيضا مادة مهمة جدا هذه المهمة في أقصد عفوا هذه المادة تعينك تقوم بالرفع من هذا المؤشر مثلا إذا وصلت إلى هذا الحد فإذا ضغطت على ذلك فسوف يأتي هذا اللون الأخضر إلى هذا سوف يصل إلى هذا المكان لهذا فإن هذه أيضا تعد Potion of PvP هذه أيضا تعد مهمة جدا فهي تعينك على أن ترفع من حدود الحصول على Tome of Knowledge أرجو أن يكون ذلك مفهوما ومسموعا بشكل جيد إذا هذه الأمور استكشفناها سبق واستكشفناها إذن لدينا هنا الهيرو استكشفناها مسبقا
لدينا المهارات الخاصة بالتدريب التي قلنا عليها تحصل عليها بطريقة بجمع نقاط الهيرو أو عندما ترفع مستواك، وعندما يعني تريد أن تتعلم مهارة تضغط عليها هنا ثم تختار هنا، تضغط عليها هنا ثم تضغط على المهارة التي تريدها في هذا المكان، تختار واحدة منهما ثم تضغط على train ثم تقوم بتعلمها. الآن الحقيبة، إما بالضغط على E أو الضغط هنا تفتح معك الحقيبة. عندما تفوز، عندما تربح في البي في بي، فإنك تربح العديد من الجوائز، يعني عديد من الجوائز، منها توم اوف نوليدج، يعني بجانب توم اوف نوليدج تربح العديد من الجوائز مثل هذه الصناديق، ضغط عليها دوبل كليك فتفتح معك مواد اخرى، احيانا تكون فيها مواد جيدة واحيانا تكون مواد تقوم ببيعها فقط في You can never have too much treasure. هذه الأمور. لدي الآن المساحة مليئة جدا، علي أن أبيع. طبيعة الحال إذا أردت أن تبيع بعض الأشياء فإنك عليك أن تبحث عن البائع. كيف ستجد البائع؟ سوف تجده بهذا الرمز، رمز المال، فهو موجود هنا، أو بهذا القلب المكسور أيضا يمكنك أن تبيع له المواد. إذا لدينا هنا مادة أخرى هي جورنيز مان سلايفيج كيت، إذا ضغطت عليه مرتين فيقوم ب تفتيت السلاح، ويعطيك المواد، يعني المواد المصنعة كما قلت. إذن كما قلنا بأنه تحسين السلاح يكون بزيادة بعض المواد للسلاح مثل هذا مثلا 11 باور. إذن لكي باور علينا أن نضيفها للسلاح، يجب أن نحصل على سلاح مناسب كي نضيف له هذه المادة، السلاح أو الأرمور أي اللباس أو غير ذلك. إذن كما تعرف بأن بعض الأسلحة، فأنت كمحارب يمكنك استعمال فقط الأسلحة الخاصة بالمحارب، أما مثلا بعض الأسلحة مثل هذا السلاح مثلا لا يمكنك أن تستعمله، لا يمكن استعماله من قبل تخصصك كما هو مكتوب. إذن فليس يمكنك أن تقوم بحملها، يمكنك فقط أن تحل الأسلحة يعني الخاصة بالمحارب مثلا، كما يعني بصيغة أخرى فإن لكل محارب مجموعة من الأسلحة التي يمكنه أن يغير من بينها. بما أنه ليس نسب لتخصصي فتبيع. هذا أيضا ليس من تخصصي فأبيعه. هذا أيضا لباس، هذا ليس من تخصصي سوف أقوم به. إذن هنا افتتحنا الصندوق والصناديق وأعطينا العديد من البوشن أوف بي في بي ريورد. الآن إذا قمنا باستعمال هذه قد نحصل على توم أوف نوليدج، سوف نجرب ذلك. إذن أعطانا صندوقين، نجرب أخرى، أعطانا بعض الأشياء، جربنا مرة أخرى، أعطانا نو توم أوف نوليدج كما ترون هنا. إذن حصلنا على توم اوف نوليدج مرة أخرى، يعني سوف نصل إلى 62، يعني سنرفع ليفلنا إلى 62. وإذا دخلنا إلى هنا فلا نتحرك من مكانه لأنه ليس المخصص بالبي في بي.
إذا كما قلت هذه هي أسرع طريقة لتقوم بإسراع التليفل بشكل سريع جدا وتصل إلى أكبر مستوى في وقت وجيز. كما ترى معي وصلنا إلى الليفل 62. هنا يعطينا هذه تذكير فقط. ايضا لدينا مادة اخرى وهي الهيفي تورند باكس. هذه الحقيبة تعطيك مواد، لذلك لا تقوم ببيعها لان تعطيك الكثير من المواد، تجد بها الكثير من المواد داخلها كما ترى معي هنا. ربما تعطيك شيء ذو قيمة، ربما تعطيك. وهكذا انتهت. إذن لإزالة السلاح تضغط على الأش لتقوم بالإيكيبمنت، هكذا ثم ضغط على الزر الآخر للماوس وضغط على يونيكي بوينت نزع السلاح. كما ترى قد عاد هذا السلاحين الذي قمت يعني مسبقا بحملهما، عاد إلى مكانهما. لاحظ معي إذا دخلت على الإيكيبمنت وضغطت على هذا السهم سوف تظهر لك بعض الخيارات الأخرى. لدينا هنا وورد دروب، دخلت على وورد دروب كي يعني هذا كي تغير من بعض الأشياء في لباسك. مثلا ضغطت هنا غير اللباس، يتغير شكل اللباس نوعا ما. سوف يتطلب منك هذه النقاط، تطلب منك الترانسميتيشن شارج، هذا يمكنك ان تشتري المزيد من يعني ضغطنا هنا لدينا خوذات ثم نتنديس دايز هنا هذه الالوان التي ما دورها في اللعبة لست متأكدا، ذلك سوف نرى ذلك لاحقا. ثم لدينا مينياتورز، هنا اللي هو نت بعض الحيوانات التي يمكنها ان ترافق لكن يمكنها ان تقتل، لا فقط ترافقك فقط. لكن تبدو لي كما ترى هنا تظهر معك في الصورة، لكن كما يبدو لي فهي مغلقة الآن، ربما حتى تصل لمستوى 80 أو أنها تحتاج إلى الإكستنشن، هذا لا شيء لست متأكدا منه. ثم لدينا هنا الفينيشرز، هي العلامة التي تظهر عندما تقوم ب إنهاء حياة شخص أو لاعب. لديك اختيارات لتختار طريقة إنهاء الحياة. لدينا أوتفيتس، هي اللباس الذي يمكنك أن تجمعه لاحقا في اللعبة، يمكنك أن تحصل عليه لاحقا في عديد من اللباس الرائع. هو ايضا يبدو مقفولا، لا ادري هل يحتاج الى اكستنشن او فقط حتى تصل الى مستوى 80، يعني لباس جميل. اذا ثم لدينا هنا الميل هي صندوق الرسائل، اضغط عليه. في اول مره تدخل اللعبه سوف تصلك جوائز، ربما تصلك جائزه
خاصة إذا قمت بالتسجيل باستعمال الرقم الهاتف سيتم إرسال لك جائزة في الميل الخاص بك في اللعبة في تجده في هذا المكان. سوف يعطونك مينياتور الذي رأيناه مسبقا. إذن في الميل عندما تصل يعني يقوم بتنبيهك بوجود قصة عندما تصل إلى قصة تنبيهك عندما تصل إلى مستوى الزنزانة عندما تصل إلى مستوى مناسب لتقاتل في أي زنزانة فهنا تجدها على شكل هذا الباب. تجد أيضا الزنزانات على الخارطة. هذه هي الزنزانة التي يمكنك أن تقاتل فيها. هذه زنزانة أخرى. كل ما تحمل هذه العلامة فإنها زنزانة يمكنك أن تدخل إليها مع أصدقائك لتقاتل فيها. القصة فالزنزانات تظهر معك بعد كل قصة أو عدة يعني عندما تستكمل بعض القصص فإنها تظهر معك. ثم لدينا التجارة أكليون ترادين. هنا لدينا تجارة نمير الأسود. لذلك ما نلاحظ في هذا المتجر لدينا باي جيمس. جيمس هي العملة الصعبة في هذه اللعبة. هي ألي جيمس الذي يرمز لها باللون الأزرق هنا. هي التي تشتريها بالمال الحقيقي بالجيمس. لديك بعض الكثير من الأمور التي يمكنك شراؤها بالجيمس بما فيهم يمكنك شراء بعض الستايلات هنا وكما يمكنك شراء ليفن وورد هو باك آخر للعبة يفتح لك الكثير من الأماكن. ليفن وورد كما ترى هنا ليفن وورد يفتح لك كل هذه الثمانية أماكن في اللعبة. المهم في جيمس رغم أنه يشترى بالمال الحقيقي إلا أنك يمكنك أن تستبدل الذهب الخاص بك بالجيمس بالضغط على currency exchange. تضغط هنا وهنا لديك إذا كنت تحتاج إلى الذهب أو تحتاج إلى جيمس. مثلا 250 قطعة ذهبية تساوي 850 جيمس. وكذلك 400 جيمس تساوي 173 قطعة ذهبية وإلى آخره. إذن 173 قطعة ذهبية 173 قطعة ذهبية في حين أن قطعة واحدة ذهبية تساوي 4 جيمس. وهكذا تقوم باستبدال هذه الأشياء هي التي أملكها أنا الآن. لديك قطعة ذهبية قطعة الفضية والمال العادي. هنا لديك الجيمس يعني العملة الصعبة. ثم لدينا هنا التجارة الأخرى يعني متجر آخر وهو المتجر العادي بالأسفل. لا تجد فيها الكثير من الحاجيات المهمة لأنه كل الأشياء الموجودة في هذا المتجر العادي يتم إعطاؤها لك من خلال المهمات ومن خلال استكمال الأحداث والإيفنتات وغير ذلك.
القيادة لا تحتاج حقا إلى هذا المتجر. على رأيي يعني أنا فإنك لن تحتاج إلى هذا المتجر أساسا. إذن كما ترون المتجر العادي ففي عدة يعني الموارد لكنك لا تحتاجها على أي حال، لأنك سوف تربح الكثير من الجوائز التي تضلع. حتى لو وجدت هنا سلاح جيد فإنك ستجده على مستوى 80 كما نرى هنا العديد من الأسلحة والملابس مستوى 80. لذلك فذلك لا يهم. لماذا؟ لأنك عندما تصل أنت إلى مستوى 80 سيكون لديك أنت أيضا ستكون لديك أسلحتك الخاصة، سوف تربحها من المهمات وإنهاء وكالة لقصة المستوى 80 وغير ذلك. ثم لدينا هنا الجيلد، إذن الجيلد كما قلنا مسبقا هو الفريق أو العشيرة. يمكنك أن تنضم إلى 5 عشائر في نفس الوقت، يعني 5 جيلدات في نفس الوقت. أنا مثلا انضممت الآن إلى جيلدين أو إلى فريقين، هذا هو الفريق الأول وهذا الفريق الثاني. لدينا هنا الجيلد هول، هو المكان المخصص بتجمع اللاعبين في سوف ندخل إليه لتروه بأنفسكم. إذن الجيلد هول أو مقر العشيرة فهو على الشكل التالي، إنه كبير جدا كما ترى. هناك بعض الأمور، الريبرز هذا يقوم مجانا بإصلاح أدواتك. هناك بعض كثير من الأمور الأخرى، يمكنك التبرع هنا وربما الشراء. هنا لدينا الترادر البائع، هنا لا يمكنك الشراء إلا باستعمال هذه المادة، يعني هذه المادة يعني تحتاجها للشراء من هذا المكان من مقر العشيرة. إذن هذه هي العشيرة أو الجيلد. نجد هنا عندما ندخل لدينا هنا اللاعبين المتواجدين في الجيلد، وتاريخ الدخول أو تاريخ آخر دخول لكل فرد، هذا بعد شهرين، هذا بعد يومين، هذا قبل 5 دقائق، هذا قبل ساعتين إلى غير ذلك. ثم اذهب إلى روستر كي ترى مزيد من المعلومات عن الليفل الخاص بكل فرد. كما نجد هنا الجميع وصل إلى الليفل 80 ويعني أشياء أخرى، معلومات أخرى. هنا لدينا المهمات الخاصة بالعشيرة وبالجيلد، هناك العديد من المهمات التي يجب على أفراد الفريق القيام بها. العديد من المهمات هي السيطرة على المناطق، الدفاع ربما على منطقة معينة. المهمة العديد من المهمات القوية. ثم هنا الفرق، يمكنك إنشاء فرق متعددة داخل العشيرة، كل فرقة بالقائد الخاص بها. وهذا استوراج لم أفهم جيدا هذا المكان، الأشياء التي قام بها اللاعبون يعني الريبورتات. المهمات يعني الريبورتات المهمات أو تقارير المهمات، هل هناك نجاح أو فشل في المهمة،
اللي هو هذه الأمور. هنا الكوموندار، هنا العلامات، كل علامات ماذا تقصد وماذا تعني؟ هذه علامة تعني السيد، وهذا تعني القائد، وهذا تعني الحارس، وهذا تعني الكوموندر، هذا الديكوراتور، وهذا هذه العلامة تعني تعني المنتسب إلى المجموعة يعني عضو، وهذا تعني هذه العلامة تعني عضو جديد، وهذه تعني غير نشط على ما أعتقد. إذن هذا يعني هذا ما لدينا في الجلد. بطبيعة الحال أنت في الجلد عندما تدخل إلى عندما تضغط على الجي هذا وتدخل إلى الجلد قد لا تجد أي شيء من هذا لأنك لست منضم لأي جلد، لذلك سوف تضغط على سيرش أو غوشيرش ثم تبحث عن الجلد التي تريد أن تنضم إليها فترسل لهم طلب الانضمام. ثم لدينا اخيرا واخيرا هو الحرب العالمية في اللعبة. بالطبع هناك حرب عالمية تجري في اللعبة، حرب شرسة، ويمكنك المشاركة في الحرب ابتداء من الليفل 60 فقط. ابتداء من الليفل 60 يمكنك المشاركة في الحرب. كما نلاحظ هنا لدينا ثلاث فرق يقاتلون في هذا الحرب حاليا. كل ما تبقي من الحرب هو يعني هناك حرب جديدة يعني 102 دقيقة تبقيت في هذا الحرب. الكل يقاتل من أجل أن يسيطر على منطقته الخاصة. لدينا الفريق الأحمر، تضغط على الأحمر هنا إذا أردت أن يعني كما هو موضوع هنا، تضغط هنا لتنضم للفريق الأحمر، وهنا إذا أردت أن تنضم إلى الفريق الأزرق، وهنا إذا أردت أن تنضم إلى الفريق الأخضر. تختار أي فريق تريد أن تنضم إليه. سوف تروا ذلك بأنفسكم. تحت اسم بيكن سكواد ديزرت بوردرلاندز. إذن كما تلاحظون معي تبقت دقيقة لتنتهي هذه الحرب، وسوف أريكم الخريطة كيف يبدو الأمر. أقول مرحبا بك في هذه، كل يحاول على أكبر قدر ممكن قضي في هذه الباب انطلاقا من ثلاث فرق والأحمر والأخضر. لك يعني منافسة شرسة جدا، وأنا موجود في هذه المنطقة، هي منطقة الفريق. سوف ينتهي الوقت قبل أن أصل إلى المستوى اللائق، يحدث بعدين الوقت. إذن سوف تذهب مباشرة للقتال مع الفريق الآخر، سواء إذا كنت وحدك مع الفريق أو مع أصدقائك، المهم أن تفوز. إذن الوقت انتهى تقريبا. هذا هو صديق الفريق. فهمت الآن، تلك التغطية يعني التوقيت الحقيقية هي 90 دقيقة، يعني الحرب بدأ للتو، ربما الحرب لا ينتهي في هذه. كل حرب يدوم 100 دقيقة. أصدقائي يركبون لوحوشهم وأنا أمشي. إذن أجوب دميس تبدو على هذا الشكل كما تلاحظ معي هنا. إذا دخلنا إلى الخريطة سوف نجدها على الشكل التالي. هذه خريطة جوف دي ميست، تسيطر فيها على الأماكن، مثلا تسيطر على هذه النقاط،
والفريق الذي يسيطر على أكبر عدد من المناطق أو يربح لأكثر من النقاط هو الذي يفوز في المباراة. ذلك إذا كنت من محبي وعاشقي البي في بي أي لاعب ضد لاعب فهذه اللعبة الأفضل والأنسب لك. فالكثير هناك الكثير من الأماكن قتال والسيطرة على الأماكن بشكل رائع ومدهش. إذن علي أن أتجه إلى هذه المنطقة كي أحاول السيطرة عليها. إذن سوف أقفز من هنا وأرجو أن لا أموت. محاولة جيدة. هذا صديقي. قتلنا أحدا. قتلنا شخصا كان قد أتى إلى هنا. تسلل إلى منطقتنا لأن هذه تعد ليست منطقة على أي حال. قد أتى شخص آخر من هذه منطقته. إذن الخروج نضغط على على بي لكي تفتح معنا هذه النافذة ثم نضغط على leave the mist ثم نضغط هنا للخروج كي نعود إلى اللعبة. إذن بالدخول إلى الحرب العالمية واحدا من هذه الاختيارات سوف نختار أيضا Edge of the Mist ومكان مختلف آخر. إذن سوف نتجه الآن لنجرب السيطرة على مكان هنا. نجرب كيف سيبدو الأمر رغم أنني أظن أنني وحدي في هذه المنطقة. لم ندخل اللاعبين بعد كما كان الأمر منذ قليل أو لأنه قد بدأ هذا الأمر للتو. سوف أحتاج لمكان. هذا هو الطريق الصحيح. مجرد أن تسقط من هنا فسيكون عليك أن تعيد. إذن كما توقعت تماما فتسيطر على هذه الأماكن البيضاء فأنت تسيطر على هذه الأماكن تربح الخبرة. هناك ليفل آخر. هناك خبرة خاصة بالحرب العالمية فكما ترى هنا الحرب بين عالم ضد عالم. هناك خبرة خاصة به مختلفة عن الليفل الخاص بالبي في بي والليفل الخاص باللعبة. هذا الليفل آخر. جيد رائع. إذن حتى في الحرب هناك ليفل خاص بالحرب. إذن أنا في أي منطقة؟ نعم أنا في هذه المكان. أنا في هذه المنطقة الآن. لا أنا في هذا المكان. إذن وهكذا تسيطر على الأماكن كلها كي يعني هنا
هناك قتال في هذه الأماكن على ما أعتقد. إذا الفريق الأزرق هو الذي لم يدخل إلى هذا المكان، أنا هو الوحيد الشخص الأزرق هو الفريق الأزرق، هذا لأنه وقت النوم، لأنه وقت متأخر. المهم أننا يعني استكشفنا معا هذا المكان الرائع، هذا المكان الجميل جدا الذي تحدث فيه قتالات رائعة لا تنسى، وسقوطك من هنا قصة أخرى. لا حنفي لقد انكسر. كان ذلك مسليا. إذا كي تعود إلى منطقتك فاضغط على هذه النقطة ثم يس. إذا بقي لنا استكشاف منطقة أخرى، بقي لنا إذا Edge of the Mist أيضا في ثلاث فرق. واضح أن الفريق الأخضر هو الذي سيطر في هذا المكان. ثم لدينا هنا منطقة أخرى اسمها إكترنال باتل جراوندز. إكترنال باتل جراوندز سوف نستكشفها أيضا. إذا من الأحداث التي أخبرتكم عنها هي الأحداث التي أخبرتكم عنها أنها تلعبن بالبرتقالات اللي فيه الوحوش تربح المزيد من الخبرة. هذه الدائرة البرتقالية أو يعني في ماذا سنقاتل هنا مثلا؟ هناك وحوش. إذن كما تلاحظون معي هناك بوابات، هذه بوابة الحمراء وهذه بوابة الزرقاء وهذه بوابة الخضراء. إذا أردت أن تهاجم فإنك تتقدم مباشرة إلى هنا وتسافر. سوف تسافر الآن إلى منطقة العدو مباشرة كي لا تضيع الوقت في المشي والجري وغير ذلك. هي ليست بوابة العدو بل هي البوابة يعني المقابلة للعدو، يعني هذه يعني بوابة مقابلة للعدو مباشرة. هنا تأخذ البوفات، لديك البوفات هنا، تأخذ معك البوفات قبل أن تتوجه للقتال. تضغط على F. تأخذ كل البوفات. سنتجه مباشرة لقتال العدو، فبوابته موجودة أمامنا مباشرة. إذن وصلنا إلى بوابة العدو. يحاولون إنهاء ready for action strong. لقد قمت بإزالة نصف حياتي. كان ذلك قتالا رائعا.
نعود إلى في خارطة. إذن في أماكن الحرب العودة إلى نقاط البداية. نقاط البداية فيتطلب زيرو قطاع. إذن السفر من نقطة إلى أخرى ومجاني. تجمع نقاط الهيرو أيضا في المكان. نقاط الاستكشاف ونقاط الزيارة أيضا. إذن هذه هي القتال. إذن هذا هو الحرب. نضغط هنا الخروج. إذن قمنا باستكشاف هذا المكان وهذه سوف نذهب الآن إلى أوبسيديام سانكتيوم. إذن أوبسيديام سانكتيوم سوف نتحدث هذا سوف هذا الشخص. المهم سانكتيوم عبارة عن هذا المكان. تحتاج إلى هذه ترانسفورم هيرو هيروتيك. تحتاج إلى بعض الكوانات. إذا دخلنا الخارطة سوف نجد أماكن السيطرة ونحن في هذا المكان. إذن هناك مناطق السيطرة أيضا في هذا المكان. لدينا الريتش. لدينا القصر هنا السيطرة على القصر. ولدينا هنا التاورس هناك السيطرة على القصر في هذا المكان. تسيطر على القصر من بعد ذلك تسيطر على البرج. يعني شيء رائع جدا صراحة في هذه اللعبة. شيء رائع جدا. سوف نحاول أن نتجه إلى هذا القصر كي نستكشف معا ماذا يوجد هناك وماذا سوف نجد هناك. تتجهوا من هذه النقطة إلى هذه النقطة. إذا بما أننا خرجنا في هذا المكان فسوف نستكشف معا هذا الرايد موبي هو قتال البوسات أعتقد. لأن تلك العلامة كانت جديدة في الخريطة معي في الليفلات الأولى. دارت معي الآن. لذلك سوف نتحدث مع هذا الشخص الذي يحمل هذه العلامة. ربما علينا الدخول إلى هذه المنطقة. نعم هذه هي المنطقة المقصودة. ذلك الرجل قد سألني إذا قمت إذا سوف نقوم بزيارته. إذا وصلنا إلى المنطقة المسودة ثم لدينا الواي بوينت الخاصة بأردو عمر. لدينا هنا البوف. لدينا هنا العديد من ربما سوف نتحدث لهذا الشخص هنا يقف شخص لكنه لا يظهر بسبب urge to kill rising. ربما علينا الدخول إلى هذا المكان. إذن هذا المكان يخبرنا بأننا نحتاج إلى Heart of Trumps. هنا نحتاج إلى Extinction. للدخول هنا نحتاج إلى Extinction. سوف نجرب. فهنا لدينا في الخريطة لدينا 3 4 5 6 7
سبعة هناك المكان الأول يطلب لك ميشن أو إذن سنرى المكان الآخر هذا أيضا يطلب لنا الإكستنشن. إذن وصلنا إلى إثنان يطلباني الإكستنشن واحد هذا إثنان سوف نتجه إلى نرى إذا كان يطلب منا الإكستنشن أيضا سنذهب إلى الثالث كي نرى إذا كان سيطلب منا الإكستنشن هل هناك مكان مجاني لندخل إليه أريد أن أطلب منك الإكستنشن أوكي إذن سوف نتجه إلى الآخر وأريد أن أطلب منك الإكستنشن حسنا كل هؤلاء يطلبون الإكستنشن وهذا فلنرى كيف سوف بقي لنا سوف نذهب إذن بقي لنا اثنان إذن هذا لا يطلب منا أي إكستنشن إذن ظننت أنني قد وجدت مكان لا يحتاج إلى الإكستنشن أو الباك لكنني عدت إلى كربداية سوف نعود إلى أردروم أو إذن المكان هذا والأؤمن أن لم ألاحظ هذه الساحة دعني أتجه إلى هذا المكان أتجه إلى هذا المكان ونرى هل هذا المكان متاح لنا أن ندخل إليه هنا هو هذا المكان لماذا يتجمع الناس هنا؟ How can I help? Can I help me? Okay, then هذا هو المكان الأخير. وأيضا نطلب منا إصدار البات أوف فاير أوف فاير. على أسف إذا كل هذه الأماكن هي مقفلة بشراء الباك. هيرت اوف ترون او هيرت اوف ترون او ال باك اوف هيرون او باك اوف فاير اوف فاير في الشط سوف تلاحظ هذا اللون الاخضر باللون الاخضر عندما يدخل صديقك الى اللعبة سوف يتم تنبيهك بأن صديقك دخل إلى اللعبة إذن ما علينا الآن هنا هو الآن هو استكشاف الزنزانات سوف نستكشف بعض الزنزانات وليس كلها سوف نبحث عنها في الخريطة وندخل إلى إليها لدينا واحدة هنا يجب علينا أن نذهب إلى نقطة تكون قريبة من هنا كي أستطيع الدخول نحتاج إلى نقطة لأنه إذا لم توجد هناك نقطة قرب المكان مثل هنا إذا لم يكن هناك وقت أذهب بنفسي إلى هناك وأستكشف زنزانة
إذا سوف أذهب إلى هذه الزنزانة لأن هناك نقطة. Good to meet you. سوف نذهب إلى هناك الآن نسافر. May the six. إذن لقد وصلنا إلى المنطقة التي تدعونا. أمامنا توجد الزنزانة. سوف نتحدث مع هذا الشخص. إذن هنا يطلب منا أنه لقد قال بأنه تحتاج إلى 5 أفراد من أجل الدخول إلى هذه الزنزانة اسمها تويلايت أربور. نعم أعزائي، لم أشير إلى شيء مهم جدا. كل هؤلاء لاعبين جدد، أقصد لاعبين حقيقيين. تطرق إليها وهي مهمة جدا، هي عندما تختار looking for group هي البحث عن مجموعة. وفي هذا في هذه اللائحة تجد الكثير من أنواع المجموعات. مثلا هنا لديك مجموعات الخاصة بالدنجنز أي الزنزانات. لديك 1 2 3 4 5 6 7 8 زنزانات، وكل زنزانة تعطيك الليفل الخاص بها. يعني كل زنزانة تعطيك الليفل الخاص بها. مثلا أنت تريد أن تدخل إلى هذه الزنزانة الليفل 30، تضغط عليه. إذا كانت هناك مجموعة ستدخل أو دخلت إلى هذا المكان سوف تجدها هنا. لا توجد في الليفل 30، سوف تبحث في الليفل 40. في الليفل 40 أيضا لا توجد أي مجموعة داخل هذه الزنزانة. إذا ضغطنا على الليفل 50 سنجد أن هناك مجموعة قد دخلت إلى هذه الزنزانة. هناك مجموعة ثانية، إذا تضغط على مام كي تنضم مجموعة. مع 5 أفراد سوف تدخل جماعة إلى هنا. ثم الليفل 60 ليست هناك أي مجموعة. إذن وكذلك حتى في الرايتس القتال الخاص بالرايتس هناك أيضا مجموعة القواد للسكواد للقتال في الحرب. هناك قتالات في البي في بي، كذلك في ستوري لكي تنضم إلى الفريق للقتال، يعني للقتال في ستوري. يعني هناك يعني يمكنك أن في بعض الأحيان يمكنك أن تجتاز ستوري ليقوم بالقصة بمهمة القصة معا. هنا أيضا مجموعات أخرى خاصة بهذه الأمور التي فيستيفالز، يعني هذه الأمور التي لم نجربها. إذن هنا لدينا مانترين، أيضا مانترين لكثير من الأمور. هنا الاستكشافات، إذا أردت أن تنضم إلى فريق الاستكشاف جنس القرار. هنا سوف أنضم إلى ننضم إلى الجروب مجموعة. لقد الآن قد انضممت إليهم، سوف أنتظر فقط الدخول معهم. لدينا فقط الآن 3 أشخاص فقط. قال لك تحتاج إلى 5 أفراد. ما قلت لكم، نحن الآن 2 فقط، 3 فقط نحتاج إلى 5. سوف ننتظر ربما يأتي هذا الاثنين الآخرين. كل هؤلاء هم لاعبين حقيقيين يأتون إلى هنا للقيام، يعني للدخول إلى الزنزانة يسمونه أو الكهوف أو ما يطلق عليه. المهم
إذا لم نستطيع أن ندخل إلى هذا المكان بسبب سوف ننتظر كثيرا من أجل أن يأتي الأصدقاء أو من أجل الانضمام إلى فريق سيدخل. لذلك سوف أترك لكم بعض لقطات الزنزانات سوف أترك لكم بعض لقطات الحرب العالمية في اللعبة. استمتعوا وهذا كل ما في الحرب إلى فيديو جديد إن شاء الله سأشهر يا شيخ. قد نظم لكم الاشتراك في القناة وإيصال هذا الفيديو إلى 100 لايك على الأقل 100 لايك و Stack, push the bottom of the steps there, push the bottom of the steps. Support behind, do not linger, do not linger, do not linger. Okay, with the pin. Empowering here at the bottom of the steps, symbols down in 3, 2, 1, going up top in 5, 4, 3, 2, 1, going up top, stay with the pin. Finish the down states as you move up. They have an E waypoint here? Yes. Okay, we are not going on the Lord melee, we are ranging the Lord. Stack here. Range, walls now. Range the Lord here, yep, range the Lord here, powers up. Range the Lord here. Team, get to know around the walls. Range the Lord. Just range the Lord from here. If you need to move up to 900 range, do it. But just do not commit melee. You can't get trapped on that inner ring. We're going to go that's reverse back the way we came up. We all behind me. 3, 2, 1. Everybody reverse back. Guardians, book 3. Resistance. Big pulls forward at the top there. Big pulls forward at the top. Don't get to the top of the stairs. Right side. Stop. Finish the singles. Heals. Dodge the Dragon Banner. Give resistance and power up. 3, 2, 1. Pushing left to the activators. In 3, 2, 1, let's go. Actually, we're going to go right to the Lord. I'm sorry. I'm changing my mind. Cleave these players. Get some damage on the Lord.